السلام عليكم. توقيت مباراة المنتخب الموريتاني والمنتخب السنغالي في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023، والقنوات الناقلة لهذه المباراة. تأهل المنتخب الموريتاني إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين بعد احتلاله المركز الأول في ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات، وتأهل المنتخب السنغالي إلى ربع النهائي بعد احتلاله المركز الأول في المجموعة الثانية بدور المجموعات، ويستضيف ملعب 19 مايو 1956 بعنابة الجزائرية لقاء موريتانيا والسنغال في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين يوم الجمعة 27 يناير 2023 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. وسيتم نقل هذه المباراة على قناة الجزائرية الأولى.